السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم الكروشيه مع جرين واي. واللي بيشوف القناة لأول مرة ياريت نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد في القناة. حلقة النهاردة هنتعلم فيها الدايرة السحرية وازاي بتتكون دايرة بغرزة العمود بلفة اللي عملناها الحلقة اللي فاتت، وسايبه لكم اللينك بتاع الحلقة في صندوق الوصف عشان لو حابين ترجعوا لها بسهولة. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين ازاي كنا بنعمل غرزة البداية اللي هي كانت في اول حاجة عملناها؟ هنعمل زيها بالظبط بس مع اختلاف بسيط. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل دايرة كده، تمام، وبعدين بنحط الخيط كده من وراها، بعدين بجيب الابرة بتاعتي. في عقدة البداية كنت بايه؟ بشد الخيط للاخر، تمام. هنا لا، هسيب الدايرة بتاعتي كده ماشي، وبعدين اعمل ثلاث سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة. ليه ثلاث سلاسل؟ اللي هو ارتفاع غرزة العمود بلفة زي ما عملنا الحلقة اللي فاتت، تمام، واضحة. نعملها تاني. دايرة اهي، والخيط من وراها كده، ادخل الابرة وبعد كده بشد الخيط مش للاخر، واسيبها دايرة كده مفتوحة كده، مقفلهاش. وبعدين ابتدي اعمل ثلاث سلاسل اللي هما ارتفاع العمود بلفة. واحد اتنين تلاتة، تمام كده. بعدين عشان يبقى شغل نظيف باخد الخيط اللي هو طرف الخيط ده، بلفه كده واشتغل عليه غرز العمود اللي جاي اهو كده. وبعدين اخد كده لفة على الابرة، وبعدين كده طلعت بثلاث حلقات على الابرة، اخد لفة واطلع بحلقتين، بعدين لفة واخرج. نعملها كمان مرة، غرزة العمود بلفة اهو. كمان مرة اهي. كده بقى انا عملت كام عمود؟ كده انا اشتغلت تلات عمدان، وفي الارتفاع اللي هو كان تلات سلاسل ده بيعتبر عمود، يبقى انا كده عندي اربع عمدان. انا هشتغل 12 عمود كمثال في الدايرة دي، هكمل العمدان بتاعتي وارجع لكم تاني. ادي كده 10، حداشر، اتناشر، طول ال 12 غرزة او 12 عمود بلفة، تمام. فاكرين طرف الخيط ده؟ ده بقى نركز مع بعض شوية. لو انا ابتديت اشد طرف الخيط ده هتبتدي الدايرة بتاعتي تتقفل. نلاحظ كده، اديني بشد اهو، بصوا شايفين ابتدت تصغر اهي. كل ما هلفه اكتر هتتقفل الدايرة خالص. عايزة مثلا اوسعها شوية، بوسع كده الخيط بحيث ان يبقى فيه زي ايه، دايرة، جزء كده من الدايرة باين، تمام. بعد كده ببتدي اوزع العمدان بتاعتي على الدايرة بالتساوي زي ما احنا شايفين كده. طيب انا دلوقتي الدايرة بتاعتي ستيل مفتوحة، يعني لسه ما اتقفلتش. طب عشان اقفلها اعمل ايه؟ فاكرين غرزة المنزلقة اللي احنا شرحناها في حلقة قبل كده؟
هدخل الإبرة بتاعتي في أول عمود عملته اللي هو كان الارتفاع، كان ده عشان يبان قوي، كان ده تمام. هدخل الإبرة في الغرزة رقم 3، هاخد غرزة المنزلقة، وبكده يبقى أنا قفلت الدايرة بتاعتي. كده اتقفلت الدايرة، وده بيعتبر السطر الأول. كده يبقى أنا عملت دايرة مكونة من 12 عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هبتدي بقى أنظف الخيط اللي هو الزيادة ده. ازاي؟ دايما يكون عندنا إبر كنفاه اللي بتكون العين بتاعتها واسعة زي دي، او ابر بلاستيك كده، علشان ادخل فيها الخيط. بلف كده من الناحية المقلوبة، ده الوش العدل بتاعنا اللي بتبقى فيه غرزة السلسلة واضحة كده، ده الوش المقلوب. ببتدي الف الخيط بتاعي كده من ورا ونظف الشغل. وبعد كده بجيب مقص وأقص الخيط بتاعي. دايما كده اخلي بالي ان الشغل بتاعي دايما يكون نظيف. في الحلقة الجاية ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نطلع السطور اللي بعد كده، وازاي نعمل تزايد في الغرز علشان الدايرة بتاعتنا كل ما تكبر تكون دايرة مظبوطة ما فيهاش اي تقوس نتيجة نقص في الغرز او تموج نتيجة زيادة في عدد الغرز. يا رب تكون حلقة النهاردة مفيدة واستفدتوا منها. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، في امان الله.